الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الركن الرابع. Rukun yang ketiga tajian menuntun nabi-nabi dan rasul-rasul. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون عليهم الصلاة والسلام. Tentang keimanan tiada tumpi nabi dan rasul tiada ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم لنا. أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها أكمل أداء. أكمل نصح كان منهم عليهم الصلاة والسلام. بلغوا البلاغ المبين لم يكتموا شيئا. وأكمل جهاد وأتوا بجميع أنواع الجهاد. أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام. وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام. خاتم الأنبياء ورسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر كفر أكبر وكاذب. نعم، نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. والآيات التي أدعوهم الله سبحانه وتعالى بها. والأخبار التي جاءت عنهم.